أكثر تميزاً رحبوا معي بقصة نجاح جاءتنا من الأردن الشقيقة إلى دولة قطر الحبيبة. معنا الأستاذ شاكر الغول مدير التنفيذي لشركة الزيني للصناعات التحويلية. حياك الله. بداية أسعد الله أوقاتك. حياك الله. أسعد الله أوقاتكم. هلا بك. بحب أتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين بحضرتك أكثر وعن بداية حياتك في دولة قطر. تفضل. السلام عليكم جميعا طبعا, وشكرا للفرصة هذه. يعني احنا دائما بنسعد بلقاء الأحبة زي ما بيحكوها, وخصوصا من الأردن, وبنتمنى النجاح لنا وإلكم. أنا المهندس شاكر الغول, بدايتي في قطر كانت بال2013 كمستشار استشاري لمصانع البلاستيك وللصناعات البلاستيكية وللصناعة إجمالا. طبعا بحكم الخبرة الطويلة في مجال الصناعة كعائلة من السبعينات, وكصناعة موجود لنا صناعة في الأردن ونشاط موجود مع غرفة صناعة الأردن وعمان خارج وداخل الأردن. فبدأت القصة من 2013 إلى 2018 بزيارات متكررة لمصانع قطر ورفضهم بالخدمات الصناعية بالاستشارات, بتزويدهم بالنصائح, باختيار المعدات المناسبة, المنتجات المناسبة حسب ما بتناسب مع أوضاعهم. وبتعرف بعدين يعني توالت على دولة قطر الحبيبة يعني عدة أمور, من ضمنها كان أمور مثلا صناعية, أمور بتختص بالصناعة ورفتها, وكنا دائما موجودين في كل الأوقات حتى ندعم بالشيء المناسب. ممتاز. خلينا نعرف سادة المشاهدين عن طبيعة عملكم, مجال عملكم, الخدمات اللي بتقدموها للمجتمع القطري. احنا الآن بدك نتكلم كزيني, شركة الزيني للصناعات التحويلية. طبعا الزيني للصناعات التحويلية أنا بدأت معهم من 2018 كإدارة كاملة. الزيني مصنع هو عبارة عن ناتج دمج الخليج والزيني. الدمج هذا حدث في 2017, ولكن المصنعين موجودين من السبعينات. بمعنى بداية الزيني في قطر كانت هي أول بداية للصناعة, وكانت بادية بالصناعة الورقية في سنة 1975. يعني حتى كان الكيس لما يحكوا عن الكيس البلاستيك أو الورق كانوا ينادوه باسم الزيني, نظرا لأنه أول واحد أنشأ الصناعة رقم واحد في دولة قطر. واستمرت المسيرة من 1975 إلى 2023 أو 22 الآن. المسيرة بدأت في ماكينة واحدة, ماكينة الورق, والآن الحمد لله احنا بنحكي عن مصنع عدد موظفينه بتجاوز 300 موظف, بطاقة إنتاجية بتوصل إلى 700 طن شهري, وممكن تكون أكثر, لكن احنا ماشيين حسب الطلب الموجود في السوق. وعندنا أسواق تصديرية, وساعدنا كثير في رفض المجتمع بأكياس الورق, الأكياس الصديقة للبيئة, الأكياس لكافة الاستعمالات. والآن إجا دورنا بشكل مهم جدا في أنه نعطيهم الرفض, خلينا نحكي, والدعم الأساسي في دعم كل ما يتعلق في كأس العالم. أخذنا مشاريع وأخذنا عطاءات, ومنزود موردين محليين حتى إدارة تنسيق لكأس العالم بأكياس
ومواد تعبئة خاصة بدعمهم في المجال هذا. ممتاز. من استلمت أنت المصنع من 2018 استلمته؟ نعم. طورت فيه شيء؟ طبعا يعني أدخلنا منتجات جديدة وخصوصا فيما يتعلق بالأمن الغذائي، خاصة جدا بحفظ الطعام وسلامته. دخلنا منتجات جديدة خاصة بالورق كمان، زدنا الطاقة الإنتاجية، عملنا اوتومايزيشن للمعدات، بمعنى انه صارت المعدات فولي اوتومايزيشن اكثر، انتاجها اعلى، واكبت التطور الحديث من ناحيه السرعه وقوه الانتاج، واكبت متطلبات السلامه والامن الصناعي فيما يتعلق بالتحلل، انه اكياس صديقه للبيئه حسب متطلبات وزاره البيئه، وزاره الصحه. وفعليا يعني الحمد لله نجحنا في هذا الموضوع. شاكر، اكيد المنافسه شديده في دوله قطر وفي اكثر من مصنع بلاستيك موجودين احنا هون. صحيح. فشو بيميز شركه الزيني للصناعات التحويليه عن باقي الشركات؟ شوف، احنا بيميزنا بدايه الخبره. انت لما بتحكي عن مصنع قائم من 45 او 47 سنه بتتكلم عن خبره. اكيد بيميزنا القوه في السوق، يعني الحجم اللي ماخذينه احنا من السوق قوي جدا. الاسم بيميزنا تعدد منتجاتنا، وبيميزنا انه هذه المنتجات المتعدده هي كلها بتنزل في جوده عاليه حتى تخدم الصناعي، بدايه بيستعملها في تغليفه والمستهلك. وكمان التطور اللي وصلنا له انه يعني احنا موجود عندنا جميع منافذ البيع، سواء كانت للدوائر الحكوميه، للمستهلك مباشره، نقاط البيع عبر الاونلاين وعبر تطبيق خاص بالزيني، ونقاط بيع موجوده في اكثر من مكان في الدوحه. ممتاز. شو رؤيتك المستقبليه وطموحاتك في العمل كمهندس شاكر وكمصنع الزيني للصناعات التحويليه؟ والله شوف، انت زي ما تفضلت الطموح لا يتوقف في كل شيء، لكنه في الصناعه طموح مميز، لانه دائما كل شيء حواليك في الحياه هو نتيجه صناعه، سواء اللي بتلبسه او اللي بتاكله او اللي بتغلف فيه. احنا مسؤولين عن قسم كبير في العالم اللي هو الموضوع الغلاف. الغلاف بيشمل كل شيء، كل شيء بيوصلك مغلف. صح. فبالتالي طموحنا انه نضل نوصل لك الشيء هذا، ونخلق عندك شعور انه بضاعتنا هي الافضل، حتى انت تختارنا من بين كل المصانع، ونعطيك اياها بدليفري باقصر وقت ممكن للتوصيل وبافضل شكل. تمام. وبالاضافه لكل هذا انه نعطيك اياها بافضل سعر، يعني نحاول نوازن ما بين الجوده، ما بين آخر ما توصل إليه العلم في موضوع التعبئة أو التغليف، وهذا طبعا لا يتوقف، يعني ممكن أنت ما بتلمسه لكن هو لا يتوقف. والشيء الأهم أنه يوصلك بالوقت المناسب وبالسعر المناسب.
رجل عظيم بامرأة. طبعا شو دور عائلتك في حياتك العمليه؟ والله شوف العائله دائما بتدعم، بتدعم بطريقين، من خلال المتطلبات اللي لازم توفر لهم اياها، تعطيك دائما دافع انك تشتغل، ومن خلالهم يعني دعمهم بانه يعني بتعرف احنا عندنا كلمات بسيطه في مجتمعنا اللي هي دائما الله يعطيك العافيه، دائما للامام، هذه الامور بتدعم سواء كانت يعني، وفعليا هي بتدعم من الزوجه والام، والام بالدرجه الاولى ترى، والزوجه والاولاد والاصدقاء، الكل بدعم، ودائما انت بتحب لصديقك النجاح، وهذا شيء موجود في مجتمعنا الحمد لله، فهم داعمين اكيد بالدرجه الاولى، يعني هم سبب النجاح، نوجه لهم تحيه طبعا. رسالة شكر إلى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني وإلى الشيخ تميم أطال الله في عمره على نعمة الأمن والأمان اللي احنا موجودين فيها. تفضل. شوف هذا الموضوع مهما تكلمنا فيه ما راح نوفيهم حقهم، لأنه الرؤية الرشيدة في دولة قطر، وخصوصا رؤية رشيدة 2030 كان كل هدفها تحقيق الأمن اللي بتحكي عنه، اللي هو فعليا أنا مع زيارتي لكثير دول في العالم صراحة يعني كان أكثر أمن منتشر هو في دولة قطر، الحمد لله موجود في كل مكان، ولكن هون هو مميز بحيث أنه ما بتشعر بأي فرق، والأهم من هذا في أمن أكثر من الأمن في أنه تنعم فيه أنك تطلع في الليل مرتاح أو كذا، اللي هو الأمن الغذائي والصناعي والأمن في حياتك كلها، أنه أنت مستقر. خططهم في رؤية رشيدة دعمة الصناعة، دعمة التجارة، موضوع الجوفرنس اللي هي الحوكمة في كل إجراءاتهم، أدت إلى أنه نوصل للي إحنا فيه الآن اللي هو أمن وأمان، صناعة، توفر كل شيء، وبالتالي أنت بتشعر بوجودك في دولة قطر بالشكر في كل لحظة لهم. وحتى هذا أنا بلاحظه يعني أنه كل أطياف المجتمع في قطر هي مستعدة أنها تكون في خدمة هذا المجتمع بكل حب ورضا، فهذه نتيجة طبيعية. فبنشكر الشيخ تميم وكل القائمين في دولة قطر على إيجادهم هذا البيئة الاستثمارية والبيئة لمجتمع سليم نعيش فيه. صحيح، أطال الله في عمرهم، بتشكرك لسالتك الطيبة. بالعكس، حكيت لك ما رح نوفيهم الحق، فهذا جزء بسيط يعني. طب قبل نهاية البرنامج بدي أخذ توضيح، وين احنا موجودين مصنع زين الصناعات التحويلية في قطر؟ هلا شوف، وين سؤال له عدة أبعاد، يعني إذا جغرافيا أو كمكانتنا موجودة، جغرافيا ببساطة وأكيد هذا مش مقصدك، احنا موجودين في المدينة الصناعية، ولكن احنا موجودين فعليا في قلب العالم من خلال قطر، يعني احنا وصلنا للعالم كله من خلال قطر. احنا مصنع الزين الآن منصدر للولايات المتحدة الأمريكية، صدرنا للكويت، صدرنا للأردن، لتركيا، ألبانيا، وباب التصدير الآن مفتوح للكل، مع اهتمامنا بأنه السوق المحلي ما نضيعه، لأنه هو الأساس اللي انبنت عليه رؤية مصنع الزيني. بس أكيد لازم نوجد بصمة في الخارج، حتى زي ما أنت تفضلت، وين مصنع الزيني صار اللي في الولايات المتحدة الأمريكية بيعرف أنه في مصنع أزمو الزيني من خلال منتج بوصله مكتوب عليه Made in Qatar by الزيني Converting Industries. فهذا مكاننا باختصار، ومكاننا موجود عند كل قطري، كل مقيم، من خلال الأسم اللي بيوصله من خلال منتجاتنا. الحمد لله. في بداية حياتك إذا بتحب توجه له تحية كشخص؟ والله شوف، هو الله يرحمه والدي، يعني هو الأساس في أني أوصل للمرحلة هذه، من خلال التدريس والتعليم والتربية، وبتعرف يعني رجال زمان مختلفين يعني، فهو اللي أوصلنا للمرحلة هذه، وأكيد الفضل لرب العالمين ثم إله يعني.
منجادي أنا.